أيضا حزنا على شهداء نفسينا، فإنه نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرتدون الزي الأسود في مجلس النواب. معانا على التليفون نائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، إزي حضرتك والسادة المشاهدين؟ يعني تعزينا، نعزي أنفسنا، أعزيك وتعزيني وكلنا هنعزي بعض على شهدائنا الحقيقة اللي راحوا في سبيل تقديم الواجب ولحماية الأرض وحماية زي ما كنا بنقول في النهاية دي ناس كانت بتحرس منشأة مدنية، محطة رفع. منظوركم أو شفتوا إزاي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا الحادث الحقير المنحط، وفي نفس الوقت ارتدائكم لملابس الحداد النهاردة في البرلمان؟ يمكن طبعا في بداية كلامنا لازم نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري والسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية في شهدائنا، ونتمنى وندعو الله الشفاء العاجل للمصابين. ويمكن احنا في مستهل بداية جلسات المجلس اليوم وقفنا ديا حداد وقراءة الفاتحة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ الإعلان عن الحادث ونحن نرى إن الحادث زي ما حضرتك قلت ما هو إلا محاولة بائسة يائسة من جماعات إرهابية تم دحرها والانتصار عليها. وأكبر دليل على كده إن تواتر العمليات الإرهابية، إحنا آخر عملية إرهابية سمعنا عنها في سيناء بلها دي، البعد الزمني للقيام بالعمليات الإرهابية في سيناء ما هو إلا دليل على نجاح قواتنا المسلحة وبالتعاون مع أجهزة الشرطة وأجهزة الدولة المعلوماتية في محاصرة الإرهاب وتكثيف منابعه. وده واضح جلي في إن هم حتى لم يهاجموا نقطة شرطية أو نقطة أمنية، هم هاجموا محطة رفع مية. لا يجرؤ يقرب من نقط أمنية أو شرطية عارف إنه هيتجاب على الأرض، ده راح يهاجم مجموعة خدمة بتاعة حماية منشأة مدنية. بالظبط، واختياره للوقت بعد الأعياد، ودائما تلك الجامعات الخسيسة. ويمكن السيد الرئيس بيدينا المثل والقدوة في الأعياد عندما يقضي أول يوم العيد مع أولاد الشهداء، فنحن أمة شهداء، وقواتنا المسلحة في سيناء دلوقتي بتعمل كل الإجراءات الأمنية والتنشيط للثأر لشهدائنا. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول المشروعات التنموية لا تزال تعمل في سيناء الآن. الدولة المصرية استطاعت في الفترة السابقة انفاق مليارات الجنيهات في مشاريع تنموية، شفنا أنفاق بتربط الشرق بالغرب، شفنا محطات مياه، شفنا بنية تحتية، شفنا كمان طرق وبنية تحتية في طرق تسهل الانتقال، ومدن صناعية بتتبنى ومدن سكنية تتحمل ملايين المصريين تمهيدا للانتقال وتغيير الخريطة الديموغرافية لسيناء. لأن زي ما احنا شايفين دلوقتي في يد بتحمل السلاح ويد بتبني. صحيح صحيح صحيح. لكل خليني أجدد التعزية مرة تانية سيادة النائب معايا؟ طبعا معايا، فبجدد التعزية مرة تانية، لكن خليني أقول إيه الرسالة اللي يقولها النواب المصريين وبشيء من التخصيص نواب التنسيقية إلى المجتمع المصري حتى لا يفقد الثقة وحتى لا يقلق وحتى لا يخاف؟ لا، احنا كل الثقة ان العملية دي بالشكل ده بالمكان اللي تم استهدافه ده ما هو الا يعني دليل قاطع ان الدولة المصرية بتحقق نجاحات. لان مع نجاح الدولة المصرية بيحاول اعدائك في الخارج استخدام بعض العناصر الارهابية في الداخل لافتعال بعض المشاكل، لكن ده بيأكد بكل شكل واضح وجلي ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح نحو التنميه والجمهوريه الجديده. صحيح. وقادرين على تخطي تلك الصعاب، واحنا كلنا الشعب المصري كله كتله واحده يد واحده وراء القياده السياسيه وراء جيشنا في تخطي تلك العثرات الخفيفه في اتجاهنا نحو الجمهوريه الجديده وحربنا نحو التنميه بإذن الله مستمرين. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.